موجود معايا على الهواء مباشرة سيادة العميد محمود القاضي، مدير عمليات الشركة الإفريقية المسؤولة عن التأمين في مباراة الغد، عشان نعرف كل حاجة الممنوع والممنوح، كل شيء اللي نعمله واللي ما نعملوش. برحب بحضرتك يا فندم، أهلا وسهلا بيك، تحياتي وكل سنة وحضرتك طيب. أستاذ إبراهيم أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم بخير. كل سنة وحضرتك طيب يا رب، وإن شاء الله بإذن الله بلدنا دايما في خير وسعادة. وخليني أسأل حضرتك مباشرة، ما هو الممنوح؟ وكنت بدأت فيما يتعلق بجزئية الإفطار وتجهيز وجبات خفيفة، إيه اللي نقدر ناخده معانا؟ الشكل بتاع الوجبة معبى مثلا في كيس شفاف، في عبوة شفافة، في شكل ما، إزازة المية شكلها عامل إزاي؟ أنا ممكن أكون بأثقل على حضرتك، ولكنه مهم علشان كل جماهيرنا اللي رايحة بكرة إن شاء الله. عظيم جدا. طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم على مصر وعلى الأمة الإسلامية. طبعا توقيت المباراة وتوقيت فتح الأبواب للتشجيع هو اعتبارا من الساعة 4 العصر وغلق البوابات الساعة 8، وده معناه ان توقيت دخول الجماهير مرتبط بتوقيت الافطار وصلاة المغرب، وده اللي هينقلنا للاجابة على سؤال حضرتك، ايه المسموح وايه اللي مش مسموح. طبعا يعني جميع المأكولات الخاصة بالمشاهدين مسموح دخولها، ولكن بشرط ان هذه المأكولات تكون معبأة في اطباق اللي هي اطباق الفوم دي او الاطباق اللي هي الالومنيوم الخفيفة، اللي هي يعني لا يعاد استخدامها في الاذى لاي حد، يعني اطباق خفيفة زي ما اشرت حضرتك في اكياس بلاستيكية او اطباق فل او اطباق الومنيوم خفيفة خالص اللي هي بتبقى معدة لتعبئة الطعام فيها. عظيم عظيم. بالنسبة للمشروبات، العبوات الزجاجية بدون غطاء اللي هي لا يمكن إعادة استخدامها. زجاجية ولا بلاستيكية؟ بلاستيكية، متأسف، يعني بلاستيكية. زجاجية طبعا أي عبوات زجاجية ممنوعة، أو معدن زي الكنز دي ممنوعة. اللي مسموح بيها عبوات بلاستيك خفيفة بدون غطاء، او الورقية المقواة شوية، او طبعا الورقية المقواة. طبعا يعني هي الـ 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 الاساس في الموضوع ان اي حاجة يعاد استخدامها او ينفع ان هي تسبب اذى للنفس او الغير، او يمكن القائها على ارض الملعب او على الجماهير وتسبب اذى، ممنوع. كويس كويس. فمفيش حاجة بعينها مسموحة وحاجة بعينها ممنوعة. الافراد الشركة الافريقية المتواجدة على البوابات هتفحص الحاجة اللي موجودة، اي حاجة هيحس ان هي يمكن ان تسبب اذى للنفس او الغير هيمنعها. ايوه، بس احنا في الحيز اللي احنا بنتحرك فيه ده يبقى دي وجبات تمام مسموح بيها خلاص. يبقى احنا لو احنا بنتكلم في طبق فوم، او اللي هو بيقول عليه الفل ده، او اللي هو الطبق اللي هو الخفيف خالص اللي هو الالومنيوم الخفيف قوي ده، او اكياس بلاستيكيه، ده تمام، احنا كده ما عندناش مشكله لو وجبتنا هتبقى موجوده في الحاجات اللي شبه كده. احنا عظيم جدا. المعالق، الشوك، هي برضو المستخدمه البلاستيكيه، ما فيش حاجه تانية، ما ينفعش حاجه تانية. معدن، الكلام ده كله مش هيبقى مسموح بيه. ازاز الميه زي ما حضرتك قلت تبقى بلاستيكيه وهتبقى بدون غطاء، بدون الغطاء، او ما يستعاض عنها بيبقى فيه حاجات يعني مقواة اعتقد برضو نزلت السوق. اي عبوات بلاستيكية، اي عبوات ورقية، اي حاجة يمكن ان هي تعبأ ولا يعاد استخدامها وتسبب اذى للنفس او الغير دي مسموح. طيب، ده شيء عظيم. طيب، ما هو الممنوع؟ خلاص احنا كده اتكلمنا على الوجبات واتكلمنا عن الامور اللي شبه كده وايه اللي انا ادخل بيه. طيب، الاشارات والدخول والخروج، وجمهور الدرجه الثالثه هيخش ازاي، وجمهور الدرجه الثانيه هيخش ازاي، وجمهور الدرجه الاولى هيخش ازاي، والمقصوره هيخش ازاي، وتحركاتهم عبر الطرق هتكون عامله ازاي يا فندم؟ جميل جدا. قبل ما ننتقل لخريطه الدخول الجماهير، طالما اتكلمنا في المسموح دخوله فهنتكلم على الممنوع عشان نقفل الجزء ده بالمره. انا بالنسبه لي الممنوع طبعا الشعلات الحراريه اللي هي الشماريخ او اي حاجه بتحدث لهب، دي طبعا كلها ممنوعه. الليزر اللي بيسبب تشويش على ارض الملعب ده ممنوع.
ممكن نتكلم على العبوات اللي هي بتبقى فيها بيرفيوم او مزيل عرق او خلافه، اي حاجه معدن او اي حاجه زجاجيه معبأ فيها، اي حاجه زي كده طبعا ممنوعه. فالسيدات والانسات اللي هم بيبقى حاطين الحاجات دي باستمرار في شنطهم، خلي بالك سيب الحاجه دي في عربيتك او سيب الحاجه دي في البيت، عشان مش هيسمح بدخولها ارض الملعب او الاستاد. الحاجه الثانيه الادوات، الحاجات اللي هي البطاريات الشحن والحاجات اللي الباور بانك والاسلاك والحاجات اللي هي تستخدم في شحن الموبايلات والكلام ده، برضو دي ممنوعه. فيعني ما تجيبش معاك وانت جاي لا الباور بانك ولا الاسلاك اللي هي الهاند اللي هي بتستخدم، واسلاك الشواحن. كل ما هو اسلاك كهربائيه او بطاريات شحن دي كلها ممنوع دخولها الاستاد. بالنسبه بالاضافه الى المواد الدعائيه او الحاجات اللي فيها لافتات مسيئه او ما شابه، دي برضو ممنوعه. يعني اي تيشيرت يحمل لافته او اي علم او اي حاجه تحمل لافته، برضو دي حضرتك ممنوعه لدخولها ارض الملعب. عظيم. طيب نروح بقى للدخول والخروج، وتحديدا جمهور الدرجه الثالثه، لان هو الجمهور اللي هيبقى اكتر، يعني دخولهم هيبقى عامل ازاي؟ هنبدا نتكلم على خريطه دخول الجماهير. احنا عندنا 50,000 مشجع هيتواجدوا في استاد القاهره. هنبدا بجمهور الدرجه الثالثه وجمهور الدرجه الثانيه، لان هم الاثنين هيدخلوا من باب صلاح سالم اللي هو الباب البحري لاستاد القاهره. الباب صلاح سالم اللي هو مطل على دار المدرعات وهيئه الاستعلامات هيستقبل 18,000 مشجع للدرجة الثالثة شمال. عظيم. و 10,400 الدرجة الثانية الموحدة. من باب صلاح سالم اللي هو الباب البحري، جماهير الدرجة الثالثة هتنتقل مباشرة في المواجهة إلى بوابات الترن ستايل الخاصة بالمدرج، والدرجة الثانية هيبقى ليهم مسار داخلي من داخل جسم الاستاد، هيلتفوا إلى أن يصلوا إلى الدرجة الثانية المواجهة اللي هي مخصصة ليهم. طيب. يبقى احنا عندنا، هأكد تاني، بوابة صلاح سالم هتستقبل 18,000 مشجع خاصة بالدرجة الثالثة شمال، جمهور الدرجة الثالثة شمال، و 10,400 للدرجة الثانية. وده معناه ان البوابة دي هيبقى عليها كثافات كتيرة. فأنا بأكد على السادة المشاهدين اللي هيدخلوا للدرجة الثانية الموحدة أو الدرجة الثالثة شمال، التواجد من أول، يعني يستخدموا ميزة فتح البوابات من الساعة 4 ويبدأوا يتواجدوا بدري، لأن البوابة دي هيبقى عليها كثافات كبيرة للتيسير والسهولة. يعني ما تجيش في وقت متأخر، لأن البوابة دي عليها كثافات كبيرة. طيب ده شيء عظيم جدا جدا. هننتقل لجمهور الدرجة الثالثة يمين. ودي البوابة دي هتدخل 18,000 مشجع، ودي بوابة طريق النصر، الشارع الفاصل ما بين نادي الزهور والنصب التذكاري. اللي هو البوابة مباشرة هتدخل على مدرج الدرجة الثالثة. دي اللي بتطلع، دي اللي بتطلع على طول في الشارع اللي هو بتاع شارع النصر، الشارع الكبير اللي هو قدام المنصة، صح كده؟ من طريق النصر، الشارع الفاصل ما بين نادي الزهور والنصب التذكاري. عظيم عظيم. في شارع صغير، الشارع ده بمجرد ما هتدخل فيه الجماهير هيدخلوا فيه هيلاقي في العناصر الأمنية منتظرة دخول الجماهير، ومن الباب ده مباشرة إلى أبواب الترن ستايل الخاصة بمدرج الدرجة الثالثة يمين. ده كده خلصنا جمهور الثالثة يمين وجمهور الثالثة شمال وجمهور الثانية الموحدة. هيتبقى لينا جمهور المقصورة الرئيسية والدرجة الأولى، وده مخصص ليهم باب آل رشدان، وده الباب الرئيسي اللي هو بيؤدي الى المقصورة الرئيسية. هيستقبل 2500 مشجع. دول بشوات، دي الدنيا بالنسبة لهم تمام. 2000 دول ما عندهمش مشكلة. لا خلينا يعني خلينا 2500 مشجع للدرجة الأولى. يسار، لأن برضو هو حابب يعرف هو هيدخل منين. اللي معاه تذكرة وحاجز الدرجة الأولى يسار، ودول عددهم 2500 مشجع. هيدخلوا من خلال باب، دول مش عندهم تكدس فدنيتهم تمام، ممكن يجوا في وقت، يعني مش الساعة 4، ممكن يا أستاذ إبراهيم البوابة دي برضو عليها 2500 مشجع لجمهور الضيف. الهلال السوداني مخصص لهم 2500 تذكره من نفس الباب. يعني الباب ده هيبقى مقسوم مسارين، 5000 يعني. وبرضه من خلال نفس الباب الساده اللي هم حاجزين المقصوره الرئيسيه وعددهم 1000 مشجع، يبقى انا عندي كده البوابه دي هتدخل 6000 مشجع.
ألف للمقصورة الرئيسية اللي حاجزين تذكرة للمقصورة الرئيسية من بوابة آل رشدان، واللي حاجز الدرجة الأولى يسار من بوابة آل رشدان، وكذلك جمهور الضيف نادي الهلال السوداني من نفس الباب. وهيبقى في مسارات محددة لجمهور الضيف من خلالها تيوب هيوصلهم إلى الرامب اللي هيطلع للدرجة الأولى العلوية اللي هيتواجد فيها جمهور الهلال السوداني، وفي تيوب ومسار محدد ل جماهير الدرجة الأولى شمال اللي من خلالها هيتواجد في المدرج بتاعه، وكذلك جماهير المقصورة. سيادة العميد أنا بشكرك طبعا. هيتبقى لينا السادة الضيوف، السادة الإعلاميين والصحفيين، وعددهم 200 صحفي من خلال كشوفات ومن خلال الاي دي الخاص بالنقابة بتاعتهم، هيدخلوا من بوابة الفروسية، والبوابة دي مطلة على نادي الزهور بجوار بوابة طريق النصر. من خلال كشوفات معتمدة بأسمائهم هيتم فحصهم، وهيدخلوا من خلال بوابة الفروسية ومنها إلى المركز الصحفي والإعلامي في مدرج الدرجة الثانية الموحدة. في عندي 40 مصور هيتواجدوا في أرض الملعب، دول هيدخلوا من بوابة النصر، نفس البوابة بتاع الدرجة الثالثة يمين، ومن خلال بوابة النصر إلى نفق الخدمات إلى أرض الملعب من خلال الفيست اللي هو الخاص بالمصورين، وهيتواجدوا في أرض الملعب. سيادة العميد طبعا بشكرك طبعا، شكرا جزيلا على المعلومات الوافية جدا جدا فيما يتعلق بكيفية دخول الجماهير والإعلاميين وأيضا الدرجة الثالثة والضيوف والدرجة الأولى والدرجة الثانية، وتوضيحات مهمة جدا جدا. وحلخص لكم مداخلة سيادة العميد كلها على الشاشة كمان دقايق.